عراقية، أم حد الروح، ممثلة أهوى عملي وأتعامل معه بروح الهواة. أنا هند كان. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الرشيد الفضائية. ضيفتي غنية عن التعريف، عرفت عن نفسها، فعلا هي أم، فعلا هي نجمة ورائدة من رواد الفن العراقي. فإذا أردت أقدمها فراح أكون جدا عاجز، ولأول مرة فعلا أعجز بالتقديم لهذه الإنسانة وهذه الفنانة وهذه الشخصية اللي هي قامة فنية، وهي رمز من رموز عراقنا الحبيب بالفن والإبداع. المختصر المفيد، نجمة أولى ونجمة مشرفة لكل العراقيين والوطن العربي، الفنانة الكبيرة الست هند كامل. عاجز عن التقديم والله العظيم. عزيزي مصطفى، مع حفظ الألقاب أشكرك جدا، ووجودي بينكم وفي قناتكم هو بحد ذاته احتفاء، فأنا سعيدة وأشكرك جدا. أنا اللي سعيد وأنا اللي فخور بوجودك وياي بالبرنامج. وأنا كان حلمي من سنوات، يعني إنه من يسألوني منو تحب تحاور ويكون ضيفك أو ضيفتك، فدائما أقولهم ست هند كامل. عزيزي أنت، عزيزي. والحمد لله إنه صارت هذه الفرصة اللي هي أعتبرها وسام شرف إلي وجودك. العفو، إن شاء الله ما خيب ظنك، يجوز بالحوار تكتشف شيء آخر. أكتشف شيء إبداع أكبر أكيد بالنسبة إليك. عزيزي أنت، نورتيني اليوم، وأنتي إضافة لبرنامجي ولكل من يشاهد اليوم النجمة هند كامل، الست هند كامل. راح أبلش وياك بعشر أسئلة سريعة. أخاف من المرض. بعيد الشر عنك. يعني أغلب النجوم اليوم هوسهم المرض، لأنه المرض يبعدهم عن الشاشة وحتى ينسون تلقائيا. لا، مو من هالناحية، يعني مو من ناحية مهنية. المرض في إذلال للإنسان. نعم، بشكل عام يعني المرض بمذلة، والآن ظروف العالم، الحروب، الأسلحة، المجهول، الوضع الاقتصادي، الوضع الصحي عموما بالعالم، كله رايح الى يعني الى نقاط ما كنا نتوقعها. نعم. لذلك المرض اصبح مخيف على كل الأصعدة. فان شاء الله يعني لو تلاني رب العالمين بمرض، اتمنى ان ينهيني في تلك اللحظه. لا، بعيد الشر عنك والعمر الطويل، لانه احنا مريضين بفنك. الله يخليك. واحنا اذا انت كنتي مرض بالنسبه لنا فاحنا ما نتمنى نشفي من هذا الابداع. خلاص نتجاوز المرض، ما نفكر ان شاء الله الصحه والسلامه. احب في الرجل دفاع عن من يحب، عن المراه التي يحب. لقبي المفضل أم ديار. الله يحفظك. وصفي بكلمة. يعني ابني، ما في كلمة يمكن تحتوي المعاني للأم غير من تقول ابني. وكل أم أكيد أولادها يعني أعزاء عليها وقطعة من قلبها. فديار حقيقة هو النافذة الكبيرة على الحياة، هو نافذتي الكبيرة على الحياة. لو توصفين أنت نفسك اليوم بكلمة. أوصف نفسي بكلمة؟ صعب، صعب. يعني يعني أقول أنه دائما أحاول أن أبحث عن الإيجاب في كل الصعاب اللي مريت فيها، وأدور على الشيء الحلو اللي موجود، لأنه حتى يقدر الإنسان يقاوم ويقدر الإنسان أن يعني يستمر بالحياة، يجب أن يبحث عن الفرحة، يجب أن يبحث عن الإيجاب، وعليه أن يصنع الأمل. يعني فعلاً يجب على الإنسان أن يصنع الأمل حتى يقدر يعني يستمر بهذه الرحلة اللي ما معلوم إمتى يعني
يترجل منها مثل ما يقولون. صحيح. أغير من؟ أغير من؟ من الأكثر إخلاصاً لعمله، لنفسه، لحياته، مني. يعني أكثر إخلاصاً، أكثر توجهاً، يعني أعلى مني بالإخلاص. أكل يوم أكثر منك إخلاصاً بالفن؟ أكيد أكيد، بس يجوز يعني يجوز أني في لحظة أشوف نفسي أنا أكثر إخلاصاً، لكن من تمر بمقارنات أو يعني تكون قريب من مسيرة إنسان أنت مثلاً تحترم جهده أو معجب به، وتشوف أنه لا، هو متناول قضية عمله وقضية حياته برؤية أو بفلسفة أكثر نضجاً من عندك، تحاول تتعلم منه، تحاول أن تطبق بعض التفاصيل إذا قدرت أن تطبقها، لأن مرات أكو مثل ما يقول لك باترون، أنت تحب هذا الباترون يعني، بس ما يركب على جسمك. صحيح. أو ما يركب على حياتك. صحيح. أي، فهاي أكثر شيء يخليني أشعر بالغيرة، الغيرة الإيجابية يعني. أما الغيرة هذه اللي يعني تحب تشوف يعني مشاعر الغيرة بالنسبة للمرأة. أي نعم. هذه لازم تكون موجودة عند كل طبعاً إنسان. أكيد. أما يعني إذا تجلس أمامك امرأة وتقول لك أنا ما أغار، فمع احترامي أقول لك لا، هذه مو حقيقة، لأنه ما ممكن تكون إنسان طبيعي إذا ما تشعر بالغيرة. يعني الغيرة طبعاً اللي ما تزيد جرعتها وتصبح مرضية، الغيرة الصحية. طبعاً أنا كثير أشياء بالحياة أغار، بس ما رح أقولها حتى شوية أحتفظ ب أكل يوم يغارون من ست هند كامل؟ أكيد. صادفوك؟ يصادفوني أو أحس بيهم. أكو هو حتى في علم النفس يفسر الغيرة أو الحسد. نعم. يعني يقول لك الحسد أو الغيرة هو شدة إعجابك بالآخر وأنك تريد تكون مثله. وفي بعض الأحيان ما تقدر تكون مثله. صح. فيتحول هذا الشعور إلى شعور سلبي أو طاقة سلبية تنعكس عليك. في بعض الناس يعتبروني قدوة، يعتبرون ينتهجون مثلاً أسلوبي في العمل، أسلوبي في الحياة. أسلوبك أكو ناس حتى في الكلام. أسلوبي في الكلام، وهذا مو عيب، بس العيب أنك أنت ما تضيف إليه. يعني إحنا كنا ما طلعنا أو ما صرنا يعني من أول لحظة هالشكل. نعم. تعلمنا، أعجبنا، قلدنا، ابتكرنا، أخذنا، وبعدين طلعنا شخصيتنا. يعني أنا أول ما ابتديت أنا كنت أقلد أمي دون شعور مني، يعني أحاكيها. تحياتنا أكيد. الله يخليك الوالدة، القامة الفنية. الله يخليك. فبعدين شوية شوية يبدي الإنسان ينضج، يصير عنده رؤيته، يكتشف نفسه شخصيته. تكتشف نفسك أنت فعلا. يعني وين الحلو بيك، وين الشيء اللي لازم ينشغل عليه، ويبقى أيضا كل واحد شلون يريد نفسه بالصورة. صح. الأخيرة يعني، وأنت إذا تريد صورة كبيرة بالنهاية لازم تبذل جهد كبير. نتيجتها قدامي. أي الصورة الكبيرة. أي يعني مرات البارحة صار حوار بيني وبين ممثلة شابة آلاء نجم. نعم. فكنا دا نحكي عن الفن فقالت ست هند انتو اكيد انت هواية اعمال، يعني انه حصة العمل انه كنت تشتغلين هواية، كانت اكو فرص كثيرة. قلت لا، كانت اكو فرص كثيرة، بس انا كانت دائما عندي حمية فنية. يعني صح. عندي نظام، مثل ما نقول احنا عندي ريجيم او حميه غذائيه. صحيح. انا عندي حميه فنيه، يعني كانت تيجي فرص الواحد ما يقدر يقول لها لا، يتمنى. بس انا قلت لها لا، لان دائما اكو عندي صوره كبيره بالنهايه اريد اوصل لها، بغض النظر صح غلط أو خطأ. يعني هذه القضيه بعدين نحكي فيها. طبعاً أكيد. بس هذه كانت رؤيتي ومشيت، وأنا أتحمل مسؤوليتها للنهاية. تمام. لا أتنازل عن عن الاستقامة في التعامل مع الآخر. يعني عن فروسية التعامل مع الآخر لا أتنازل عنها. فروسية اليوم بالتعامل؟
شلون؟ اكو عندنا قلة فروسية بالتعامل اليوم بالوسط؟ مو بس بالوسط، في كل مكان. يعني ما يلغيها، يعني لحد الآن في بشر لا يزالون يمتلكون سلوك وأخلاق الفرسان، نساء أو رجال، بس يعني نسبتها قليلة، قليلة جدا. يقول لك لو خليت قلبت. الظروف، العالم الآن يعني في جنون، في هستيريا، الاقتصاد، الوضع الاقتصادي بالعالم ده يسلب الإنسان يعني كثير من السلام الداخلي، وده يجره إلى مناطق هو مجبر على أن يتعامل فيها بشراسة. مرات الإنسان يقاوم، يعني يقاوم، يحاول يحافظ على فروسيته بالتعامل، بس ما تدري، ما تعرف، لربما تيجي لحظة يعني لربما المقابل أو الظرف أو ما تعرف يجوز يجبرك، مو أن تتخلى عن فروسيتك، بس تستميت في الدفاع عن نفسك. صحيح. فهذه المعادلة ما تقدر، يعني ماكو شيء مثالي. لا طبعا، أكيد. وماكو شيء نهائي بالدنيا. صح. بس إذا كنت قادر على الحفاظ على ما تؤمن به فلا تتخلى عنه. عيبي الكبير. شدة حسن الظن. الثقة الزايدة. اي، احسن الظن دائما، حتى يعني دائما ادافع عن الاخر امام نفسي، حتى اذا يعني وصلت الى نقطة اكتشفت انه انا حسن ظني مو بمحله، احاول اكذب انه لا يجوز انا غلطانة، لا يعني احاول ازيد من حسن الظن وهذا خطأ. ثقتك خانتك؟ اي كثيرا. لحد الان؟ دائما الحياه تتفاجئ. بعدش تظنين هوايه بالناس؟ حسن الظن؟ حسن الظن؟ اي نعم. ما اقدر يعني ما استطيع ان اتعامل مع الاخر دون ان احسن الظن. لذلك حسن ظني يوازي بالمقابل غضب صادق، لانه من احسن الظن فيك ويصير خلل بالمعادلة اللي نعم. تجمعني وياك، غضب يصير بمستوى حسن ظني، مو غضبي على يعني على المقابل، وإنما غضبي من الخلل اللي الخلل. صار. أي فعلا. أنه ليش صار يعني. أقرب شخص إليك؟ أكيد عائلتي، وأكيد بالمقام الأول ابني، أكيد يعني دون شك. الله يحفظك يا رب. الله يحفظ أولادكم. ودائما إن شاء الله تشوفين ثمرة خير يا رب. الحمد لله، الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. من توفين بالمراية، شنو الأشياء اللي تحبيها بشكلك وشنو الأشياء اللي ما تحبيها؟ بالمظهر العام بصورة عامة، مو إلا كوجهك. أنا هواية ناقدة كبيرة لنفسي، وهواية أحاول أشتغل على التفاصيل. في بعض الأحيان يجوز الشغل هذا على التفاصيل يزعج حتى من حولي، بس ما أقدر أتخلى عني، لأن أتخلى عنه لأن هكذا الله خلقني، يعني تهمني التفاصيل الصغيرة مثل ما تهمني الخطوط الكبيرة. الأشياء اللي هواية أشياء ما أحبها بنفسي يعني، بس بنفس الوقت أنا أحب روحي. يعني جدا تهمني نظرة عيني، يعني أحملها صدق الروح القوية اللي أتمتع فيها. شكلك متصالحة مع ذاتك؟ جدا، هواية متصالحة مع ذاتي، وأحاورها بشدة وبقسوة، وما أعفيها من يعني حتى من أخطائها. تعاقبيها؟ ها؟ تعاقبين نفسك؟ مو أعاقبها، أحاسبها. أحاسبها، لأنه العقاب أنا ما أحب العقاب، بس أحب الحزم. يعني حتى في تربيتي يعني كأم نعم. ما أحب العقاب، أحب المكافأة. أي أكافئك على العمل الجيد أو النوايا الطيبة، أتعامل بالحرمان، يعني بإنهاء
مثلا مزية معينة. نعم. بس عقاب ما أشوفه كثير في قسوة. أها حلو. إيه؟ نقطة ضعفك. الرحمة. هذه نقطة ضعفك. نعم. إحنا بحياتنا بصورة عامة كل إنسان عنده نقاط ضعف بحياته. إيه؟ يخاف عليها ويخاف منها. نعم. نقاط ضعفك اللي تخافين عليها. نقاط ضعفي اللي تخافين اللي أخاف عليها. عليها سؤال حلو بس يعني لازم كلش أكون دقيقة بالجواب. نقاط ضعفي اللي أخاف عليها الرحمة. أيضا الرحمة. يعني يعني الرحمة هي الله يخلقها بالإنسان. الرحمة والعفة هذه يعني يا الله يخليها بالإنسان يا ما تكون موجودة يعني بي، يعني ممكن تكون بذرة موجودة عند كل إنسان تكبر أو تضمحل. صح. بعض الأحيان البشر ما يقدرون كبر الأخلاق، يعتقدون أنه كبر أخلاقك وياهم هو ضعف، لكن أنا أقول أنه الإنسان من تصيب مصيبة ويظل محافظ على رباطة جأشه وعلى رحمته للآخر هي هذه القوة وليست ضعف. هذه اللي تخافين عليها اللي أخاف عليها منها. اللي أخاف منها نقاط الضعف اللي تخافين منها. أسئلتك فلسفية يعني شيء. اللي أخاف منها. نعم. حسن الظن، استمراري بحسن الظن على طول الخط. مستمرة أنت بهذا حسن الظن؟ ما أقدر أتخلى عنه. بالرغم أنه هواية تلقيت دروس كبيرة ولهالسبب أنا ذكرتش قبل بس شوية. ودائما أقول لنفسي أنه لا تفرطين في حسن الظن، يعني الإفراط في الشيء مثل الحرمان منه. فعلا. بس أكو أخطاء ما تقدر تجوز منها. أي. كل تفاصيل هذه الأخطاء وكل تفاصيل الحرمان والفن والدراما والصورة الكبيرة اللي وصلتي لها اليوم راح نتعرف عليها أكثر من بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم مع ضيفتي والقامة الفنية لحلقة هذا اليوم الست هند كامل. الست هند بحياتنا إحنا طريقين، الأبيض والأسود، ونشوف بيه الحلو والمر. أي طريق مشيتي بيه أكثر؟ أكيد كلنا راح نقول لك إحنا مشينا بالطريق الأبيض، لأن أكيد ماكو واحد يريد يقول لك أنا مشيت بالطريق الأسود. هذا الجواب الدبلوماسي. أي، لكن الإنسان في بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان يجوز يروح إلى منطقة السواد دون قرار أو دون انتباه. يعني عندما الإنسان يجوز من يفكر في مصالحه أو منافعه أو أي شيء آخر، يعني كلنا دون يعني تخصيص أكيد إحنا نحاول نحافظ على منطقتنا الخاصة طبعاً. أو نسعى إلى حماية أنفسنا، فلربما دون أن تدري ودون أن تقصد تروح إلى منطقة رمادية، تروح إلى منطقة سوداء هي للآخر سوداء، بالنسبة لك هي بيضاء لأنها يعني تفكر في بمصلحتك أو تفكر بمنفعتك أو بحمايتك أو عائلتك أو ابنك أو يعني أي شيء. منو كان الأكثر بحياتك، الطريق السواد لو البياض؟ لا، أنا أقدر أجزم لك أنه النوايا كلها بيضاء دون شك، يعني هذا مو ادعاء ولا زعم، لأنه كنا بشر، كنا عندنا أخطائنا، كنا عندنا في أخطاء أنت تسبب بها ألم للآخرين. فعلا. بس أنت لا تقصد ولا يعني يمكن لو واحد يقول لك أنه هذا التصرف رح يؤذي مصطفى، أنا بالنسبة لي أكيد أحيد عنه يعني. نعم. بس يجوز أقول لك يعني أنا امرأة مواجهة يعني صريحة قوية الشخصية. أي، قوتي هي من صبري، يعني هناك قوة مرات تتمثل بالوقاحة، لأن القوة أنواع. نعم. ممكن يكون الإنسان وقح، قوته جاية من وقاحته. صح. ممكن تجي قوته من صلافته، ممكن تجي قوته، أنا قوتي من صبري. وقوتي أيضا مستمدتها من أنه
يعني أنا إنسانة مجتهدة مخلصة في عملي مع ناسي مع أهلي مع، فأطالب الآخر أن يكون بمستوى إخلاصي، وهي طبعاً معادلة مو صحيحة طبعاً، بس ما أقدر أتخلى عنها، لذلك أكون أطالب المقابل أنه أنا قدرت أسوي هذا الشيء وسويته، سويت. فليش أنتم مو قادرين أن تكونون بهذا؟ هذه يمكن هذا أكثر شيء يعني عندي يسبب لي خلينا نقول إشكالية التعامل. يعني أطالب الآخر أنه يخلص في عمله، ما عندي مشكلة أنا ويا مصطفى، إذا يعني ما عندي اعتراض على شخص مصطفى، بس عندي اعتراض على مستوى أداء مصطفى، وهنا الإشكالية تصير، فيقولون عني أنه أنا صعبة أو أنا نقناقية أو أنا قوية. لا، أنا أحاول أن نسوي الشيء صح، وإحنا قادرين، يعني ماكو شيء يعيقك أو شيء زين، أنا دا أسوي هذا الشيء، ليش أنت مثلاً الأصغر سناً الأقوى مني، ماكو شيء يمنعك ما تسوي بنفس مستوى كفاءتي، هاي إشكاليتي الكبيرة بالدنيا. شو وقت ضقتي المر بحياتك؟ ماكو شو وقت، على طول الخط هناك حلو. أكثر مرارة آلمتك؟ ألم حقيقي يعني يعني برحيل والدي، الله يرحمه. اي رحيل والدي خلاني يعني صحيح اني اسافر كثيرا بعيده عنه جغرافيا، بس كانه شيء يعني كانه قاعده كانت ساندتني. شنو الفراغ اللي شكل بحياتك؟ فراغ معنوي طبعا، سند يعني سند. والدي الله يرحمه يعني الله يرحمه. كامل شندي، شخصية قوية، ورباني بدون خوف يعني. نعم. خلق مني إنسانة ما عندي عقدة الآخر، ما عندي عقدة المرأة نحو الرجل، يعترف بالمرأة بوجودها بعملها بكيانها، فتربيت أنه الرجل النصف الآخر يعني المكمل للمرأة هو شريك في الحياة، وليس تحدي أو ند عليك أن تتجاوز أو عليك أن تقضي عليه. ثقته كانت يعني كبيرة فيه، أنا كنت نقطة فخر دائم، فثقته الكبيرة بي وافتخاره الدائم بي حملني مسؤولية كبيرة أنه دائما لازم أخليه فخور. فكانت مسؤولية كبيرة يعني، حتى من رحل عن الحياة كأنه صارت هذه القضية عندي أضعاف، أنه ما أخذ له حتى في رحيله. طيب هسه لو في مكالمة هاتفية وتسمعين صوته، أي شنو راح يكون كلامك وياه؟ أقول له بابا مشتاقة لك، اشتياقنا للفاقدي كل الصعب. اي يعني بس هو موجود يعني، موجود في كثير من التفاصيل معي، بروحه في كثير من التفاصيل ابني يحملها من والدي. طيب هسه لو خلف الكاميرا هو موجود وترين تحكين وياه؟ اي الا تبكيني؟ لا ما راح ابكي. شنو راح تحكين ويا والدك؟ راح اقول له بابا مشتاقت لك، انت كنت اب رائع، ويعني مفهوم العائله عنده عالي جدا، أنا ورثت عنك هذا المفهوم وأورثته إلى ابني ديار، وأنا أشكرك لأن كنت بابا في كل هذا الزمن اللي مضى. الأمر الطويل إليك. عزيزي أنت. دائما ست هند سيدة البرستيج. نعم. أنيقة بخطواتها، أنيقة بأدوارها، أنيقة بأزيائها، أنيقة بحضورها. ست هند وين ما تتواجد، شلون احنا نقول يعني عندنا المرأة الحديدية، المرأة القوية، هذا البرستيج وكل هذه الشخصية خلف الكاميرا بحياتها الأسرية، نفس هذا البرستيج، نفس هذا الستايل، لو يختلف الموضوع على مائدات الطعام والأكل وكل هاي الأمور؟ والله بصدق شديد مصطفى، أنا
اللي قاعدة الآن هنا هي نفسها هند الأم، هي نفسها هند الزوجة، هي نفسها هند البنت الأخت. أنا ومواصفاتي اللي يعني تنطبع عند الآخر واحد، هي هي. لكن يعني الجانب اللي غير مرئي للآخر اللي صعب أن يرى إلا للإنسان اللي عنده وعي عاطفي كبير، أنا في منتهى الرقة يعني كإنسانة يعني كامرأة. والكلمة الطيبة النقية تستطيع أن تأخذني إلى أماكن فيها إنجازات كبيرة، بس الحياة تخليك دائما لازم تلبس، شلون يقول لك، مثل المصارعين الجلاديترز، يعني دائما لازم عندك درع فعلا، لأنه الحياة مو كل الناس مثل ما قلنا قبل شوية هم يشبهوك، لا طبعا، ولا كل الناس نواياهم مثل نواياك. فأنا يعني حاطة أنا أحب الآخر، أحترم الآخر، جدا بسيطة بسهولة. يعني أنا امرأة جدا بسيطة، أنا واعية وذكية بس بسيطة، ما عندي تعقيد بالتعامل. بس كل الناس اللي عندهم صورة بعيدة عني من يجون عن قرب يتعاملون وياي يقولون ما معقولة، يعني هذا الانطباع اللي عندنا عنك ما يشبه هذا التعامل. فإحنا ناس بطبعنا نحكم بعاطفتنا على الإنسان فعلا، ما نحكم بتعاملنا. وهذا وأنا ما أستثني نفسي من يعني عنده. هو أول مصطلح ينقال إنه من ينذكر اسمك مغرورة، اي مو هي المشكلة أو صعبة التعامل، هو ما متعامل وياي فعلا. يعني انت ما نحكم على الناس بلا من عاشرها. اي واكو بعض الاشياء، يعني قلت لك ارجع واقول لك انا امراه جدا عمليه مرات، وهذا اللي دا الاحظه الان، كثره عملك ووجودك يعني بالمهنه تخليك انسان ما عندك وقت انك تفكر خلينا نقول بانشاء السلوك، تفكر بمضمون السلوك. فيعني أنا بدل ما أقول لك عيني مصطفى الله يخليك عافية أنت كذا، هذا كله أشيله، أقول لك مصطفى الله يخليك خلينا نشتغل بهذا الموضوع. أنا ما أريد، يعني أنا مو يم مصطفى الإنسان، أنا يم مصطفى الماهر اللي بدي أتعامل وياه. من خلص العمل ممكن أقول لك ها عيني مصطفى شلونك، أو أنتبه أو أنكت أو أضحك، صرنا خارج منطقة المهنة. فهذا مرات تختلط الأوراق عند الإنسان. وأكو صح، يعني هذا يهمني أن أحكي بيها النقطة، البرستيج ليس له علاقة بالغرور. يعني الغرور مفهوم مختلف تماما عن البرستيج. البرستيج هو أنه هذا الإنسان عنده كيان، عنده هالة، عنده حضور، عنده تأثير، عنده كاريزما، من يقعد في المكان يملأ هذا المكان، هذا البرستيج. الغرور هو نوع السلوك فعلا، والغرور يعني لا يلازم إلا الإنسان الخالي من الإنجاز والخالي من المعرفة والإنسان البعيد عن التأثير. فأتمنى يعني أتمنى الناس تفرق بين الغرور وبين البرستيج. يعني أنا دائما يحكون معي بهذه النقطة أنه أنت أرستقراطية، طيب هذا مو عيب، يعني هذا هكذا خلق الإنسان تركيب. يعني أنا الآن تجيني لبيتي ويمكن كثير من الزملاء والفنانين وزايريني في بيتي، هي يعني هذا هو ده، هاي دبتي، هذه أنا ما لي ذنب بيها. يعني إذا الله يخلق الإنسان جميل، إحنا ما نقدر نعاقبه على جماله طبعاً. إذا الله يخلق الإنسان سلوكه رقيق وعالي، إحنا لازم نقول له شكراً لأنك أنت تعطينا وجه جميل آخر للتعامل فعلاً. لكن إذا هو
عفوا يتعمد يعني الغرور فيه إهانة للآخر، وأنا بعيدة عن إهانة الآخر. الغرور فيه يعني فراغ فكري، فراغ روحي، وأنا بعيدة عن الفراغ الفكري طبعاً، وبعيدة عن الفراغ الروحي مهنة وسلوكا وتفكيرا. فأتمنى من الناس ومن الإعلام أن يفرقون بين البرستيج والغرور، وبين الارستقراط وبين الغرور. والإنسان المليان مستحيل أن يكون مغرور، لا يمكن فعلا. والاعتداد بالنفس، خير دليل أنه الإنسان الأمامي اللي مليانة بفنها بتاريخها وبثقافتها هي سيدة برستيج مو سيدة الغرور. أي أما الاعتداد بالذات، يعني نعم أنا معتدة بذاتي، أي هذا شيء طبيعي أن أعتد بذاتي، لأن أنا بذلت جهد، أنا باذلة جهد على عقلي، أنا أهلي ربوني، ربيت نفسي، ربيت ذائقتي، ربيت أخلاقي، دائما منتبهة. أنا في هذا العمر وأنا في جلستي الآن هذه وياك، أنا شغلتين ثلاثة تعلمتها بدون أن تنتبه ودون أن يمكن أتحدث عنها. فأرجوكم يعني مهمتكم أنتم كقادة إعلاميين أنه نوسع هذه المعرفة ونخلي التعريفات نعطيها خصوصيتها. بالضبط، هو أنا هذا هدفي بالموضوع. طيب خلينا ننتقل هسه للدراما العراقية. نعم. الدراما اليوم في اللامكان، أنا دائما كنت أقول هذا الشيء، في اللامكان، الدراما العراقية. اي نعم، في اللامكان وفي اللازمان. بس هذا مو يعني نوع من الإدانة، لا لا، وإنما هو نوع من الاعتراف بأنه يعني العراق ده يعيش معادلة يعني شبه مستحيلة، معادلة اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا في غاية الاشتباك وفي غاية التعقيد وكثيرة المجاهيل، والإصلاح فيها صعب. يعني أنا ما أريد نحكي شوي كلش جاد لأن لون البرنامج ما يتحمل هذه الجدية، بس يعني إحنا يعني كثير في مخلصين وكثير في ناس. يعني الآن أنا اللي يعني بعد استقراري بالعراق دا أشوف قراءة جديدة من أصحاب القرار في الساحة الفنية، قراءة دا تعتمد المفهوم الإنساني والمفهوم احترام يعني الشخصية الفنية العراقية وإرجاع هيبتها. وهذا الحقيقة المفهوم يجب أن يعمم، يعني إرجاع الاحترام للذات العراقية في كل المجالات وأولها الفن. ويمكن أنا يمكن أستثمر فرصة وجودي هنا معك وأيضا لشعبية برنامجكم وجماهيريته، أنا أقول يعني كثيرا من الرأفة وكثيرا من الاهتمام بالفن والإعلام العراقي على كل الأصعدة وخصوصا على الصعيد المادي. هو أنا هسه رتجيش بهذا الموضوع، ليش إحنا عندنا الصعيد المادي اللي نحكي به بالفن جدا ضعيف؟ يعني وإحنا عندنا الفنان العراقي يعني هو مو أقل شأن الفنان العربي، لا يمكن أكثر وأكبر شأن منه بالتمثيل، بالشخصية، بتركيبته على بعضها. ليش اليوم الفنان العراقي مظلوم بأجورة الفنية؟ مو اليوم، على طول الخط. لأن إحنا لا نحترم ولا ننظر بالعين العالية للمجهود الفكري والإبداعي. نحن لا نحترم الإبداع. يعني الآن أجر الأجير العامل اللي يجي يشيل لك طاولة أو كرسي على ويشتغل عندك 4 ساعات مقطوعة أو 5 ساعات مقطوعة، أجرته اليومية يعني الآن بالمعيار خلينا نقول 25,000. المبدع الممثل الكبير اللي يتعامل بفكره وإحساسه وموهبته وصنعته ويترك بيته وعائلته ويقف أمام مايكروفون أو أمام كاميرا، أجرته اليومية أقل من عامل يدوي. لا يتعامل
لا يتعامل بالعقل، يعني مع احترامي لكل الناس. نعم. بس المهنة الصنعة اليدوية اللي ما تتطلب براعة فكرية، أكيد معيار الفكر يجب أن يحاسب بطريقة أخرى. إحنا بلدنا اليوم واجهت السياسة لو الفن؟ الاثنين. بس من اللي لازم يكون واجهة البلد؟ الاثنان. طيب هسه احنا بنذكر مصر، نذكر ام كلثوم، نذكر فاتن حمامه، نذكر شادي، ونذكر سياسيه لكن بالاول زعمائها، لكن بالاول نجومهم الفنانين، لانه هم على مستوى مجتمعي. بس ما ممكن تفصل الفن عن السياسه ولا عن الاقتصاد. يعني العراق يعوم على بحر من الثروات الفكرية والاقتصادية والمالية يعني شبه والأدبية. بس هذه الثروات وينها؟ مبحثرة غير، يعني ما حد مهتم بيها، ما حد مهتم بيها. واليوم الموجودين اليوم اللي يديرون هذا البلد ليش ما يهتمون بها؟ يعني أضم صوتي إلى صوتك وأنا أسأل مثلك لماذا؟ يعني وأهم نقطة اللي هم الفنانين مثل ما ذكرتي. يعني شريحة يعني خصوصا التمثيل، يعني التمثيل لا أقصد فقط ممثل، يعني إخراجا، سيناريو، تمثيلا، تصويرا، كل قطاع شريحة الدراما فيها ظلم كبير من يعني على المستوى المادي، على مستوى المكافأة. من كان زمنكم لليوم لو زمنكم كان أفضل؟ من زمان. بس زمان كان لسه الدينار العراقي بخير، ف يعني ماشي الأمور. بس تبقى يعني محليا شريحة الدراما العراقية مظلومة ظلم كبير من مؤسساتها ومن نقاباتها ومن حتى العاملين فيها ومن حتى حكامها. أحكي عن الفن. طيب قبل شوي حكينا عن موضوع الحمية الفنية اللي حكيتي عنها. اليوم إحنا عندنا هواي نجوم وهواي يشتغلون وهواي يقدمون أعمال، لكن ما قدروا يحققون أي اسم بالشارع. أنت اليوم نجمة عراقية عربية، يعني يمكن أعتقد أنت من أولى النجمات اللي اشتغلتي بالدراما الكويتية، يعني الخليجية بصورة عامة. عربية نعم. أنت أول نجمة عراقية، لهذا السبب أنا قلت أنه أنت نجمة العراق الأولى. عزيزي أنت. بالفن العراقي لأنه أنت عملتي عربياً. طيب شلون حققتي هذه المعادلة أنه قلة الأعمال بنجومية واليوم عندنا كثرة أعمال بعدم نجومية؟ طبعاً سؤالك جداً مهم، والمفارقة اللي فيه اللي قلنا الحمية الفنية، يعني احنا وجدنا او تربينا مع يعني اسماء كبيرة عراقية، تلمذنا يعني اكاديميا وتلمذنا كموهبة وياهم. وتشربنا، يعني انا بالله جاية من بيتي ومن بيئتي متشربة هذه القضية، بس نضجت ووعيت اكثر بوجود الـ يعني كبار مبدعين. أنا الفرص اللي أتيحت إلي عربياً يعني لا يمكن لأي ممثلة حتى في حينها أن تقول لها لا، بس أنا قلت لا. أوف. لأنه بس الآن بعد مضي هالثلاثين سنة أقدر أقول لك بمنتهى الصراحة كانت بعض اللاءات خطأ، لأن كنت كثير بها أجرح إلى المثالية. نعم. يعني قلة الخبرة والاستقرار، يعني الإنسان من أنت تكون مستقر، يقول لك ويل ديورانت، عندما يتوفر الأمان يكون هناك الإبداع. فأنت من تكون مستقر ببيتك، بعائلتك، بلدك، ما الأشياء من تجيك فرصة تفكر بيها، ما مضطر أن تقول لا لفرصة ما ترضي كل طموحاتك. فأنا وجدت وانحطيت في معادلة كنت فيها الملكة، والوضع من كل الجوانب متاح إلي، كل الأبواب الكبيرة مشرعة إلي، وأنا جاية
نجمة من بلدي، يعني أنا عراقية جاية إلى العمل العربي، فأنا أريد أحافظ على عراقيتي وما أكون أقل من 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 وضعي في بلدي العراق. فلذلك ما استعجلت الأشياء، كنت أقول لا، لأن أنا كنت أطمح للأفضل. بس مرات الزمن يباغتك بظروف خارجة عن إرادتك. العراق تعرض إلى متغيرات جذرية شديدة اللهجة، سرقت من الإنسان العراقي استقراره، سرقت أحلامه، سرقت أعماره، سرقت طموحاته. لذلك كان تفكيري في حينها في كثير من القصور، لأنه ما حسبتها يعني عقليا مضبوط، حسبتها عاطفيا، حسبتها مثاليا، ومو دائما المثال يحمي خطواتك. صحيح. يعني مرات المثال بالعكس يرجعك أو يوقفك عند مكانك. فأنا نعم سويت حمية، بس مرات كانت حمية قاسية أضرتني ما أفادتني. بس أنا غير نادمة على الحمية. لحد يعني لا غير نادمة. طيب إحنا لو على وقتكم وفنكم اللي أنا أعتبر أنه ما يتكرر، لو كانت السوشيال ميديا موجودة كان اليوم شنو أصبحت ست هند كامل؟ كان صرت بنت تلك البيئة، وكان أكيد يعني راح أكون مثل ما تعاملت ويا تلك البيئة اللي إحنا نشأنا فيها، أكيد راح أكون بنتها، وأكيد راح أكون من المناضلات والمحاربات فيها أكيد يعني. بس الآن السوشيال ميديا في تقديري أضرت، يعني لم تنفع. لا ما نفعت، يعني ليس هناك فيها تحدي كبير السوشيال ميديا. الآن السوشيال ميديا ممكن أنت في تفصيل عفواً خلينا نقول ما أعرف سلبي أو تافه أو طالح تجيب لك مشاهدات بالملايين، والمشاهدات بالملايين لا تعني أنك رقم واحد. فبالقياسات أنا دا أشوف عمل مسلسل درامي دنماركي في مهنتنا، يطالبون القناة بأنه مذيعين الأخبار، ويعني يقدمون برنامج سياسي يجبروهم على أن يرتدون، والاستديو والديكور يكون مثل النايت كلاب، ويقدمون الساسة والحوارات والمناظرات السياسية بهالطريقة. ما هي الحجة؟ أنه هذه تسوي مشاهدات أعلى وأكثر ضرب للمعيار مع القنوات الأخرى، فهذا يعطيك أنه ما عاد النوع هو المهم وإنما الكم. وهذا يجرنا إلى نقاط نظريات أنه مرات التراكم النوعي يخلق لك يعني نوعية أخرى يعني. فمو بالضرورة دائما يصب في مصلحة التطور. طيب اليوم الفن العراقي جهود فردي لو جهود جماعي؟ حسب نوع الفن. يعني إذا كان موسيقى، إذا كان فن تشكيلي، التمثيل لا يمكن أن يكون فردي. التمثيل نجاحه على نجاح الفريق، ما ممكن. يعني أنا الآن ممثلة أريد أكون ممثلة ناجحة أو مؤثرة، لازم يكون الفريق اللي وياي متناغم مستوى ورؤية حتى نقدر نحقق معادلة مؤثرة. فنجاح الفرد بالعمل التمثيلي هو نجاح الفريق. إيش قد نسبة تأثيرك اليوم بالفنانات الشابات؟ شخصياً؟ يعني كنجمة؟ والله ما أعرف، ما أدري، لازم تسألهم إلهم مو إلي. أكيد صادفتك أكو نجماتي حابات يكونن بطموح مثلك. يكونون بطموحهم مثلي صحيح، وأكو كثير من عندهم يقلدون، يعني يقلدون ممكن الشكل. لا بأس، كنا نقلد وكنا نحاكي بس خليهم يبتكرون. أكو يقلدون الشكل، أكو يقلدون المفردة، الصوت المفردة، وحتى طريقة كلامك. هذا صحيح جدا، ولا بأس، كنا نقلد كنا نحاكي لأن نصير إحنا. بس يعني أقول لهم لا تنسون شخصيتكم، ابحثوا عن نفسكم واظهروها. لا بأس الإنسان يقلد بالبداية، مو عيب.
بس اطلعوا بشيء جديد. اكو ناس من البداية لليوم هذا أو أكو ناس يروحون. بدايتها كانت بشكل واليوم أصبحت بشكل ثاني حتى تكون نفس ما الاستمرار قصير. الاستمرار قصير لأنه الإنسان الناس تبحث عن اللي تأثر بيها. يعني ما تدور على الشكل، تدور على التأثير. أنت مؤثر، يريدون تأثيرك عليهم. فإذا يبقى هذا اللي يقلد بدون تأثير راح يروح، يعني ينتهي. أي. فعلا. طيب اليوم منو بحياتك اللي ظلم هند؟ لا هاي هواية هيك شيء. مرات يصير ظلم على الإنسان قصدي، يعني هو من اللي ظلمك؟ ومرات يصير ظلم دون قصد. يعني هي معادلة الحياة تظلمك. الحياة ناورتني كثيرا. الحياة قست علي كثيرا. بس أقدر أقول بالمحصلة النهائية أنه يجوز خسرت معارك كثيرة بس ربحت الحرب. الثعبان تشبهك؟ لا أبدا. لا لا بعيد عنك. لا ما أحبه للثعبان. أكو بحياتك ناس مثل الثعبان؟ غيروا جلدهم وياك ممكن مثل الحرباء؟ اي اكو. اي لليوم لازم دائما في كل مراحل حياتك تصادف ثعابين وحرباوات، ويعني هاي كل انسان. يعني مو بس اني. طيب اليوم يعني العمر الطويل الك، احنا بحياتنا نوعين من الموت، الموت اللي نخاف بيه على نفسنا والموت اللي نخاف بيه على المقابل، اي نوع يقلقك اليوم؟ اكيد الثاني. أكيد الثاني، لذلك تشوفني في سباق مع الحياة دائما. يعني حتى بالبيت أبو ديار يقول لي طيب ليش مستعجلة؟ طيب خليها مو هسة. أقول له لا، لأنه يجوز ما رح يكون عندي الوقت الكافي يعني أن أحمي حياة من أحب، فلازم أرتب الأشياء حتى إذا غادرت في أي لحظة تكون الأمور مريحة لمن أحب. العمر الطويل إليش طبعا عزيزي. تحياتي أكيد لأستاذنا وعراب الفن والدراما الأستاذ أشكرك. الكبير أشكرك. فيصل ياسري عزيزي، كل الحب والاحترام أكيد إليه. يعني هنا معادلة واحد يعني ما يختلف بها أي شخص. نعم. إنه شخصين هم رموز وقامات فنية نفخر بيهم ونقتدي ونتعلم من فنكم ومن تاريخكم. يعني هذه المعادلة، وأنا هسه ذكرت لك وقلت لك يعني اليوم نجوم هم بأعمال، لكن الغرور اللي يصيبهم والشخصية اللي تتغير مو يغرهم النجاح المؤقت. المشكلة أنه أنت من جاي لشهرة أو يعني فقط حتى تكون معروف، نجاحك مؤقت. النجاح الحقيقي هو بتأثيرك. وهذا يعني إن شاء الله يعني يدركون أنه التأثير وصنع خلينا نقول الفرق، يعني أنك تتجي حتى تفيد مجتمعك، أن تغير فيه، أن تنفعه. إن شاء الله يدركون هذه المعادلة. يا رب نتمنى. أنا عندي فقرة، هذه راح تكون خاصة بحلقتك أنت. زين. اللي هي فقرة مع الوقت. نعم. راح نسمع وياك إحنا الوقت، صوت الوقت وعقارب الساعة، وأسألك أسئلة عن هذا الوقت. زين. خلينا نسمع وياك الوقت وأبلش أسألك. أنت شلون علاقتك مع عقارب الساعة أولا؟ يعني يمكن أكثر بيت بساعات بيتي. يمكن عندي 30 ساعة بالبيت. مع الوقت اكتشفتي أنه الفن مجد باطل؟ لا لا، بس الشهرة الشهرة يعني فيها جانبين، فيها جانب ممتع، يعني فيها سطوة التأثير، سطوة المحبة، وفيها الجانب الآخر اللي هو أن يسرق خصوصيتك، يسرق متعتك، وأغلب الأحيان يسرق حتى جزء من إنسانيتك. الشهرة وليس الفن. مع الوقت تغيرت علاقتك بالمرأة؟ لا والله هي أنا ما كثير أقعد على أمام المرأة، أنا كثير أهتم بنفسي وأشتغل مضبوط يعني، بس مو مقابلة المراية أبداً.
بس من اقعد على المرايه اشتغل مضبوط. يعني مع الوقت ما يهمش تقدم العمر؟ وطبعا جدا. هو اني انا قصدت على موضوع طبعا التقدم بالعمر. ماكو امراه ما يهمها تقدم العمر. يعني مساله يعني مفاجئه. يعني انا اتذكر ادركت انه انا غادرت يعني شباب خلينا نقول مو غادرت وانما بدات بمغادره المرحله الشابه من شفت اول تجعيد تحت العين. بس اشوف العمر يعني في كل مراحله الكبر. يعني ذاك اليوم كنا ايضا مع احد الزملاء دا نحكي عن الصور الفوتوغرافيه وانه ليش ما تنزلين صوره وكذا، فقلت له انه لازم يعني لازم الممثل خصوصا الممثله دائما تنزل صور حديثه لها، حتى وخصوصا الممثل اللي يصير بعد مقل في اعماله حتى جمهوره ما ينصدم به، يعني يشوفه في كل المراحل. يعني أنا من تشوف لي صورة قبل 20 سنة أو قبل 10 سنين يعني أكيد تتفاجأ من أني غايبة وتشوفني صورة بعمري الحالي. فلازم لا يعني لازم دائما جمهورك يشوفك في كل حالاتك، في التجعيدة، في الترهل، في الكبار، في الجمال، في الأقل جمال، حتى يقبلك يعني، وأنت أيضا لازم تقبل نفسك. بس أنا يعني أحاول نقلل عيوب الكبر. يعني مع الوقت صرت تحكمين عقلك أكثر من قلبك؟ غالبا أحكم يعني عقلي أكثر من قلبي إلا مع ابني. مع الوقت صرت تخافين من المستقبل؟ لا أخاف من المجهول. إحنا مستقبلنا أصبح تاريخ، يعني مستقبلنا إحنا أصبح تاريخ. بس أخاف من المجهول، أخاف من مغبة الزمن. يعني تخافين من المجهول؟ اي، لان الحياه الان فيها كثير مجاهيل. يعني مستقبلك اصبح تاريخ. اي، يعني احنا الان يعني الان هذا الحاضر وهو مستقبل هو تاريخ اللي قدمني واللي خلاني معروفه عند جمهوري، والان قاعده انا وياك احكي عنه. طيب لو يرجع بك الزمن شنو الشيء اللي تمحيه من حياتك؟ اللي شنو هو الشيء؟ تمحيه من حياتك؟ امحيه من حياتي؟ ماكو شيء. راضية عن كل اللي مر بحياتك؟ مو راضية، وإنما يعني فاهمته. أنا راضية، أنا يعني يقول لك السعادة مفهوم فانتازي. ماكو سعادة مطلقة. بس أنا امرأة راضية جدا جدا طموحة. بس بنفس الوقت أنا قنوعة. وراضية بالسلب، بالإيجاب، بالخسارة، بالنجاح، بالحزن، بالفرح، بالخيبة، بالخذلان. هذا سواني، هذه آني، هذه أنا يعني. أي والحياة حتى لو تكون تسوي معادلة مثالية لازم تطلع لك أشياء يعني غير متوقعة طبعاً. سبب لك حزن، سبب لك فرح. فأني ما غير شيء بحياتي. خلينا نبعد صوت عقارب الساعة. بالسابق وبالحاضر وبالمستقبل أنت بكل حالاتك تاريخ. أشكرك. وأنت بكل تفاصيلك فنانة وإنسانة بمعنى الكلمة، وفعلا ما حد يقدر يثمن أي شخص إذا ما يعاشره. صحيح. أثني. وأنا إذا أحكي على عقارب الساعة والزمن بالسابق واليوم والصورتين فراح أشوفك أنت واحدة. عزيزي أنت أشكرك، هذا أهم يعني شيء قلته. وهذه حقيقة يعني بالزمن السابق وباليوم أنا راح أشوفك بالصورتين أنت نفسك الست هند كامل. أشكرك. وأنا فخور بنفسي لأنه قاعد أحاور هذه الإنسانة. عزيزي أنت. وهذه عزيزي. الفنانة اللي إحنا كنا نفخر بفنك وبتاريخك. وأكو شغلة حلوة أنه يعني أحب أقولها، إحنا اليوم عندنا هواية صار موضوع الفنانين العوائل. نعم. اللي ابنه وبنته. نعم. وزوجته. نعم. الحلو اللي عندكم انه كل نجمة لها خطها، كل نجمة برزت بشخصها وبمقدرتها الفنية، مو اتكلت على اختها او اتكلت على والدتها، لا
كل فنانة إلها سياستها الخاصة، إلها فنها، إلها شخصيتها بعيدة عن الثانية، وهذا اللي أنا أقول عنه إبداع بمعنى الكلمة. أشكرك جدا. أنا سعيدة أنه اللي حبيت أن أقوله في البرنامج وصل بالطريقة الصحيحة، وسعيدة أن أرى هذا الجيل الشاب، يعني أن نرى أنفسنا بكم، وأتمنى أنه خطواتكم تصقلوها حقيقة بالاجتهاد، وهذا اللي دا أشوفه. يعني أنا الآن من دخلت عندكم للقناة التقيت بأكثر من نموذج، يعني أنا لك ما رح أقول لأن هذا واضح شهادتي فيك مجروحة. الله يسلمك. شباب يتمتع بوعي وبإرادة، وأنك تريدون أن تسوون شيء، فهذا شيء عظيم، وهذا اللي رح يخلينا إحنا الناس اللي الآن يمكن رح نترجل عن صهوة القيادة نقول نعم جو الفرسان اللي راح يرفعون الراية ويكملوها يوصلوها إلى نهاية المطاف. أنا أشكركم وسعيدة بوجودي إحنا اللي نشكرك، وأنتوا رايتكم ما يحتاج أحد يحملها بعدكم، لأنه أنتوا رايتكم مميزة عزيزي. أنتوا راية الفن والإبداع والفن الحقيقي اللي فعلا هو بصمة بتاريخ الفن العراقي والعربي. وأنا أرجع وأقول أنه أنا دائما أقول أنه اليوم صارت عندنا سهولة، النجم العراقي العربي، النجم العراقية العربية، وهي عمل أو عملين ومحلي، ويمكن طالعة بإنسيرت هيك في أي مسلسل عربي. لكن النجمة العراقية العربية اللي موجودة اليوم أمامي هي اللي فعلا نفخر أنه نقول نجمة عراقية عربية، لأنه أنت أول نجمة عراقية عملتي بالدراما الخليجية. أشكرك. وإحنا نتمنى جداً أنه ترجع عجلة الدراما تدور من جديد، ونتمنى أنه الإنتاجية ترجع حتى نشوف الله يخليك الست هند كامل. أشكرك. على شاشة التلفزيون. خجلتني تراني ما أقدر أتحمل هالقد مدح. لا أنا دحكي حقيقة. أشكرك. لا بس مديحي بدون أي مبالغة، يعني هيك مسؤوليته كبيرة. هذه حقيقة عزيزي. وأنا اللي اليوم مسؤولية كبيرة عندي، أنه أنت ضيفتي وكل ضيوفي ولا يهونون أكيد كليتهم أساتذة وفنانين محترمين نفخر بهم، وأنا دائما أقول أنه برنامجي هو عقد من اللؤلؤ، كل جميل. ضيوفي هم محبة لؤلؤ. جميل. واليوم جميل. تكتمل أكيد بيك. جميل جميل. أريد منك تكتبي لي كلمة وأنت قاعدة بمكانك. تفضلي القلم. أشكرك. هاي احتراف صريح هذا. تفضلي. هنا أنا. وين هاي الصفحة؟ أي نعم. أنت اللي حابة تكتبيه. أقدر أغش شوية؟ أنت شنو اللي حابة تكتبيه للبرنامج؟ للبرنامج ولا عن نفسي حتى لا أعرف؟ تكتبين للبرنامج وأي شيء عن نفسك جميل، أنا حاب يا ريت. نعم. طبعاً مشاهدين الكرام اليوم كانت ضيفتي وفعلا المعرف لا يعرف، ضيفة نجمة عراقية بكل تفاصيلها بكل مقوماتها الفنية، نجمة الدراما العراقية والعربية، سيدة البرستيج بمعنى الكلمة، إذا كان برستيج الفن أو برستيج الحوار أو برستيج الشخصية بالمطلق العام. وحكينا احنا عن النجمات اللي يحاولون يقلدون بعض النجمات، اللي واحدة منهم الست هند كامل، لكن بالحقيقة مثل ما نقول احنا ما يصح الا الصحيح، ست هند كامل واحدة ما تتكرر. أشكرك وخجلتني وما أعرف شلون أجاوب. أنا ممتنة لمحبتكم، ممتنة. أريد أسمع منك اللي كتبتي. أنا معكم وبرنامجكم النقي بمقدمه وإدارته مسافرة زادها الخيال. هند الله. كامل. يعني الاسم هو هند كامل، وأنت كاملة الكمال بفنك بثقافتك بأخلاقك. يعني أنت إنسانة قبل الفنانة، أنت إنسانة قبل الفنانة، وأنت ست هند الفنانة والأم والأخت والزوجة، كلهن اللي ذكرتيهن أنت صورة واحدة. عزيزي أنت، عزيزي. نورتيني اليوم. أنا اللي أشكرك وسعيدة بوجودي معكم. وأكيد هسه هواي ناس خليه مثل هواي ناس راح تقول لي هذه المدح والمدح لست هند كامل، لكن هذه حقيقة. أي شخص راح يكون بمكاني يحاور هذه القامة الفنية فأكيد راح يقدم ويتكلم بكل اللي ذكرته أنا ويمكن أكثر. إذن مشاهدين الكرام، ختام حلقتي اليوم كان
مع القامة الفنية الفنانة العراقية العربية الست هند كامل. نورتيني اليوم وشرف إلي وجودك. نورتيني، شكرا لك.